كتقلب على الطابع ديال الشباكيه. اليوم اختي جبت لك جوج طوابع ديال الشباكيه، ماشي غير واحد. النور البنات اورو، كنقول لكم دائما المارشي راه اي حاجه بغيتوها كتلقاوها اختي فيها. ها هو اختي الطوابع ديال الشباكيه كتجيكم اختي حبه على حبه مقاده. هادو البنات راه زوينين. النورو عنده كل شيء اورو هنايا في المارشي، دايرين عليهم واحد الطجه كبيره هاد اللي صابوا. وجاي اختي المارشي وكنقول يا ربي لقاهم ولقيتهم. عندكم اختي هاد الموديلات هادو، هادو البنات، وعندكم هذا وعندكم هاد الموديل هذا. هادو البنات اخر ما كاين في الصابوات من بعد هادو اللي كنت بارطاجيت معكم. شي حاجه واعره، وعندها تزيد ثمن البنات، ثمن كل شيء البنات رخيص. خاصها شي هاشباغ كبيره هادي البنات، اول مره تلقى هاد الموديل هذا كبيره هادي. طحل لك اختي البصله الربيع اي حاجه دير ليها 30 اورو. واللي خاصها اختي الماكينه ديال طحل اللوز، ها هي اختي هادي غتحل لك اللوز وتحل لك اختي العصير. زوينه البنات غير ب 27 اورو، 27 اورو. كل شيء اختي كاين في المارشي. خير ما كاين في الثلاجه البنات، شوفوا لي هاد الموديل هذا، عرفتوا كيحمق حتى اللوين يا البنات. شوفوا غزال، كاين عاوتاني هاد اللوين هذا الجديد اختي ديال الثلاجه. شوفوا البنات، شوفوا لي الثلاجه يا اختي، علي مبغاش تبرع في هاد الوقيته هادي. ها انتم البنات شوفوا لي نون كينسيكم في صولد اختي حتى في المارشي. شوفوا لي البنات هاد لونسومبل هذا وتخوا بياس البنات، شوفوا لي تخوا بياس. كاين اختي البول ديالو والجيلي والسروال، ها انتم البنات اللوينات كاملين وغير 25 اورو، 25 اورو يا البنات، اسرعوا 25 اورو. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اختي فيديو جديد، يلا قولوا لي شكون هي من عشاق المارشيات. يلا تبان لي هنا واخا دير لي غير واحد القلب نعرفها يا اختي كتبغي المارشيات. عرفتوا قلت لكم ان شاء الله غادي يبدا شهر مارس، ان شاء الله مواد مارس غادي نبدا معكم اختي بالجديد ديال المارشيات. ما كاين غير اختي الجديد مع اختكم اسماء. البنات من ليدل جيتني ان شاء الله المارشي ديال شوازي لوغوا. هاد المارشي هذا راه فيه كل شيء، اي حاجه بغيتوها. وكاع المارشيات اختي اللي هنايا في باريس راه الفن ديال المارشيات، اكبر مارشيات. وغتشوفوا معايا ان شاء الله ما كاين غير الجديد مع اختكم اسماء. اول حاجه بغيت ندير لكم عند هذا السيد هذا، كنت ديجا بارطاجيت معكم عنده. واليوم يا اختي كنلقى الصابوات اللي كاينين في الانستغرام دابا راه دايرين ثمن اختي لوريجينال ديالهم البنات، دايرين ثمن غالي. هادو لوريجينال ديالهم. اليوم اختي كنلقى لك الميتاسيون، شوفوا يا البنات الميتاسيون ديالهم 12 اورو يا البنات. والله الا جيت اليوم قلت يا ربي غير نلقاهم لقيتهم. عرفتوا دايرين واحد الضجه كبيره هاد الصابوات عند هاد السيد هذا، راه تيكون جودي وتيكون ديمونش البنات، جودي وديمونش غادي يجيب لكم صنيدلات ديال الرفيع. شوفوا لي هاد لي صابو هادو تما خارجين على موضة البنات، خارجين دابا طوندونس. هادو من بعد هادو اللي كانوا خرجوا جداد، هادو من بعد هادو البنات، هادو اللي كانوا داروا واحد الضجه كبيره وبزاف البنات يشكروني عليهم. كنت صورتهم لكم، يلا حطوهم في المارشي. اول وحده صورتهم لكم هي انا اختي في المارشي. هذا جيت اختي عاوتاني اليوم انا غنصور لكم هذا الموديل الجديد البنات. الماركه ديالو كتكون لور، كتكون مكتوبه الماركه ديالهم. هادو الميتاسيون ديالهم، الميتاسيون ديالهم شي حاجه فنه. دونك الثمن ديالهم البنات 15 اورو، 15 اورو يا اختي. بحال ما لابسه والو، خفاف، كاين في البيج وكاين في البلون كاسي البنات. ها هما عند هذا السيد هذا، وعنده في الكحل شتو، هو في الكحل وفي البلون كاسي، وكاين وفي الباج، وكاين هذا الموديل هذا حتى هو زوين البنات. هما ثلاثه البينات 15 اورو. شتو كاين عاوتاني هذا الموديل هذا، زعما موديلات فرونشمون واعرين عنده، موديلات واعرين. كاين هذوك يجوا مع الجليبات، هذا الموديل هذا حتى هو داير لي 10 اورو. البنات ان شاء الله باذن الله اللي بغات شي حاجه من هذا الشيء تمشي لي اختي غدا المارشي ان شاء الله ديال كريتاي. يلا البنات خليكم معايا ندخلوا المارشي اللي لقيتها غنبارطاجي معكم. خصكم اسماء جات اليوم اختي غتصور لكم كل شيء ان شاء الله في المارشي. يلا خليكم معايا البنات، خليكم معايا، راه الميزات واعرين. باغا تشجعوني اختي باللايكات ديالكم. والبنات وراكم ميتات يا اختي باللايك. واش اختي دابا عقولي لي غادي تغلبك هذيك اللايك واحد البصمه صبعك اختي، واحد البصمه وبارطاجي مع اللي عزيز عليك اختي. بارطاجي بارطاجي اختي، ما كاين غير الجديد مع اختك اسماء. يلا خليكم معايا. ايوا قلت لكم اختي فيكم راه كاين ميزات زوينين اختي هنايا في المارشي. شوفوا البنات اللي خاصها بعدا شي هاشواغ، هاشواغ كبيره كبيره ديال شي حاجه كونتيتي كبيره البنات. هادي 30 اورو، ها هي اختي هاشواغ كبيره ديال الطو، كديري هنايا طحني فيها اختي البصله، طحني فيها اختي الربيع، طحني فيها اي حاجه كبيره البنات. 30 اورو، ها هي 30 اورو هنايا في المارشي. شتو وعنده البنات السوبيره ديال الحريره بالزليفات ديالها وبالسيبور ديالها، 6 ديال الزليفات و6 ديال الطبيصلات 20 اورو البنات. عنده ب 20، عنده داك الشيء زعما الصراحه رخيص وزوين. شوفوا لي البنات عنده هادي، هادي ديال الطو، هادي طيبي فيها اختي البيتزا، طيبي فيها الفايلا، طيبي فيها اي حاجه بغيتي طيبيها فيها كطيبيها فيها. زوينه ديال الضو هذه، هذه كتخدم الضو 25 اورو. عنده داك الشيء رخيص وزوين البنات. عنده هاد الميكسور هذا اللي 12 اورو، وعنده هادو ديال النحاس اللي عجبوني انا الصراحه ب
البنات حمقوني عنده هذا، عنده هذه الكاسرونه ثقيله، هذه من البرة كتجي هكا نحاسيه ومن الداخل كتجي كحله. دونك كاينه ب 10 اورو صغيره، كاينه اختي هذه المويان دايره 15 20 اورو 25 اورو. هذا الشيء كله عنده الاواني، شي حاجه واعره. شوفوا ديال الكوامر البنات، عنده كوامر غزالين. عاد انا نوريكم من الجهه الاخرى البنات، عنده الطواجنات، عنده شي كاميله اختي الا بغيتي ديال الدجاج تكون كبيره. هادو البنات كيجي فيهم الدجاج زوين، هادي راه تجي فيها شي 10 دجاجات. انا عندي بحالها يعني زعما الصراحه كتهنيك يكون عندك الضيافه لهذا. 55 اورو البنات عنده كبيره، عاد عنده الكوامر وداك الشيء عنده رخيص. هادي ديال ليها 28 اورو البنات، هادي ديال ليها 28 اورو زوينه سوبيره ديال الحريره بالمغرفه ديالها البنات، شتو المغرفه ديالتها. عاد هاد عنده هادو دو 6 اورو صغيره، المويان 8 اورو، 13 اورو كبيره حتى هي 13. شوف البنات عندو داكشي زوين صراحة. البنات شوفوا لي ثاني لقيت هذه، هذه كطحن لك اختي اللوز الكاوكاو اي حاجة زوينة عنده البنات. ها هي كتكون هذا ديال الدجاج ولا دجاج؟ اه ديال الدجاج. شوف البنات دجاج 27 اورو، غتكون ديمونش هنا ان شاء الله. اه جيو عندو البنات ديمونش، قولي جينا من عند اسماء راه قلتها ليك راه غادي يجيو عندك الكليانات. الكليانات غادي غيوليو الكليانات ديالو وهما المتتبعات ديالي، غادي يجيو عندك. انا عارفهم غيجيو ياخذوا لها شواق حيت غيبغيوها على حساب رمضان. هذه كبيره البنات، وغادي تاخذوا من عنده هاد هاد الماكينه هذه اللي زوينه. اه بلاندر هذه البنات دايره هي دايره 27، هي والكاس ديالها ديال الكاوكاو ولا اللوز اللي بغات تحل اللوز ديال الدجاج. ها هي اختي غير 27 اورو والله القسم الى البنات. ربي يخليك الله يحفظك. اول مره تنصور عند هذا السيد، هذا ماشي اول مره، كنت صورت عنده شحال هذه، وهذا هذه ثاني مره تقريبا كنصور عنده، ولكن عنده معنى خاص زعما الصراحه الله عنده معنى خاص. يلا البنات ندخلوا دابا لداخل، وبون راه باقا حدا من الصبابط، غادي ندخل دابا باش نبارطاجي معكم كل شيء. يلا خليكم معايا هنايا البنات، غادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه زوينه. ها هي هزه السيده ما غديريش الشباكيه ياك. هذا الطابع ديال الشباكيه البنات، انا بالي هذا الطابع ديال الشباكيه، كتجيكم تقطيعه كتجيكم مقاده مصيبه. كيف كيف يعني حبه على حبه مقاده اللي كتقلب على الطابع ديال الشباكيه. ها هو اختي جبتو لاني ما في المارشي. هاد السيده دار تيكون البنات جودي وكيكون ديمونش. ها هو اختي الطابع ديال الشباكيه انورو. هذه اختي كتسرحي لاباط ديالك وكطبعي اختي، ها عندي كطبعي. كاين هاد الطبعه هادي وكاينه هادي، هادي شو هادي كتجيك نيشان مقاده. هما البنات كيجيو فيها اربعه مقاده مصيبه، يعني كتجيك الحبه مقاده على خصها، فهمتوا البنات. وكاينه حتى الجراره كتكون هكا الجراره، كانت المره اللي فاتت كنت لقيتها، اليوم ما لقيتهاش. عنده هادشي كامل ديال الحلويات، عنده الطوابع، عنده هادشي البنات، هادشي ديال الملون، كلشي هادشي ديال لي كاطو انورو البنات اورو. اختي الجراره ما لقيتهاش لك، واختي كنقلب لك على الجراره ما كايناش. قالت لي واحد البنت في واحد خلات لي في التعليق كومونتير، شكرا اختي لك بزاف، قالت لي كاين في شيئين. البنات غتقدروا تكومونديو من شيئين، يعني الجراره كاينه هي بارتو ولكن في المارشي كتكون. هي اليوم ما لقيتهاش. دلك اختي باش دلكي الشباكيه، بون كاين هذا كدلكي به الشباكيه، وكاين الماكينه اختي راه كتهنيك دابا من كل شيء اللي بارطاجيت معكم البنات المره اللي فاتت، كتهنيك من كل شيء. هذا عنده كل شيء البنات اورو. ها هو البنات لقيت لكم هذه، هذه حتى هي الجراره، شتو هذه حتى هي، هذه حتى هي كدير لكم الشباكيه، هذه كدورها بحال هكا البنات شتو، هذه حتى هي كدير لكم الطابع ديال هذا، حتى هو طابع ديال الشباكيه البنات. هذا وكاين الاخر البنات، غادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه همزه وزوينه يا اختي وغادي تعجبكم غتشكروني عليها. شوفوا البنات هاد السيد هذا داير هاد لي زونسومبل داير ليهم 40 اورو. شوفوا يا البنات من 40 اورو هودا لكم ل 25، 25 اورو البنات هاد لونسومبل. شوفوا ليا كيجي لونسومبل واعر البنات غزال، كيجي اختي بهاد الجيلي هذا ديالو. شوفوا البنات هذا الجيلي وهذا البول كيجي سون مونش وكيجي بالسروال. هاد السيد هذا غتبغيو تعرفوا فين البنات، اللي كيجيو للمارشي هنايا كيجي حدا الدروج، هانتوما البنات من الجهه ديال التيفيام حدا الدروج حدا لي زيسكالي غتلقاو عنده هاد لي زونسومبل. هادو داير ليهم 25. هما البنات كاين البوردو كاين الزرق لوينات كاملين، هادو داير ليهم بروموسيون 25 اورو البنات، والله القسم ما غاديش تلقاوها في بلاصه اخرى. هانتوما شوفوا لي السروال، شوفوا لي الكسيوات كلهم داير ليهم لا بروموسيون. اخوات عنده حويجات واعرين واعرين، هانتوما التريكوات عنده طوال غزالين فنين. مضاربه يا اختي مضاربه، نظل مدابزه مالهم دابزين هادو، شكون اللي عز على مدابزه تجي تفرج؟ كاين اللي عز. شوفوا البنات هاد اللي يجي لي هاد مدابزه، وكاين بوليس البنات والله الا كاين البوليس. هانتوما هانتوما كاين البوليس، شوفوا معايا راه مول البوليس مدابزه والبوليس اختي الله يستر وصافي. هانتوما البنات شوفوا هما البوليس شوفوا معايا. ايوا اختي قلت لك
هانتوما اختي هاد الجيلي هادو زوينين. تلفوني والله تلفوني كنصور لكم حتى تلفت. هادي راه مامو هي اللي دايره هاد سميتهم هادوك من لافريك، هي اللي دايره هاد الدابزه هادي. قولي اسماء خليك مع التصوير وخلينا من المضاربات. شوفوا البنات هادشي كله داير ليه بروموسيون. اجيو عنده راه قريب هذا قريب للسيد كيبيع جلابه حدا التيفيا، عنده البنات حدا لي زيسكالي، عنده داكشي زوين صراحه. هنايا غادي نبارطاجي معكم الاتواب اختي الاتواب، وكنقول لكم دائما البنات خذوا في هذه البقيطه. شوفوا لي هذا الموديل هذا حمقني، عجبني عجبني البنات غزال هذا الموديل هذا. شوف الشكل ديالو كيجي زوين، وهذا راه البنات شوفوا لي هاد الموزونه راه بحال الحجر، كتبان لكم حجر ولكن هو راه ماشي حجر، هو بحال الموزونه لاصقه فيه شتو، يعني واخا يتصبن ما غاديش طير. قال لي 20 اورو 20 اورو سي سا 20 اورو 20 اورو البنات. هذا زوين، هما اللوينات ديالو شوفوا لي هاد اللوين هذا عرفتوا غزال. انا حمقني انا كلهم لوان زوينين ولكن هذا عجبني بزاف، يعني صيفي حتى هاد اللوين هذا بالنسبه للميمات زوين. هاد اللوين هذا كيجيب لا دوبلوغ ديالو، قال لي 20 اورو 20 اورو عنده تويبات غزالين البنات. هذا ها انتم البنات اللون كينسيكم في لون، اللون موديل كينسيكم في موديل. ها انت اختي الاثواب كتقولوا لي اسماء ملي تمشي المارشي عندك ما تبارطاجيش معنا الاثواب. ها انتم شوفوا لي هذا زوين البنات، هذا فن فن غزال حتى هو بلا دوبلوغ ديالو. لا دوبلوغ ديالو شوفوا البنات كيجي ساتان، والفوقاني كيجي بحال هكا. شوفوا البنات قلتها لكم، قلت لكم راه غادي يبداو اختي، غادي يبداو ان شاء الله يبدا هكا الجو يسخن وبدا ان شاء الله يقرب الفاكونس. اختكم اسماء كل يوم ان شاء الله باذن الله كل يوم تحط لكم مارشي، كل يوم ان شاء الله تحط لكم اختي مارشي. والجديد ارام عليكم اختي، وجدوا لي اختي الفلوس، وجدوا لي الفلوس باش نشري. الله يرزق الصحه والسلامه، والله تنقولوا دائما غير الصحه والسلامه هذا ما كان. والله البنات كلشي الحمد لله كلشي يجي، وكلشي اي حاجه بغيتوها هذا تاخذوها اختي، غير الصحه والسلامه. هذا البنات يجي تكشيطه خطير خطير، عرفتوا حمقني تكشيطه كيجي واعر البنات. سي كومبيان؟ 60 اورو فن يا البنات، يجي تكشيطه خطيره خطيره خطيره. انت اختي في الكحل كيجي واعر البنات. هذا 60 اورو باش قال لي الثمن ديالو، هما عنده الالوان والاشكال. هذه قال لي 10 اورو 10 اورو سي 10 اورو، هذه 10 اورو البنات هذه اللي جا. هذه قال لي المره اللي فاتت قال لي 10 اورو، انا عاقل عليه حيت كنت بارطاجيت معكم عنده هو. شو البنات هانتوما 10 اورو كليجه بلا دوبلوغ ديالها ب 10 اورو. شوازي هذا كيكون غير الخميس البنات، هذا تيكون غير الخميس. هما الناس قطعوا عنده التواب، شوف السيده قطعت هذا قطعت هذا شو، يعني تويبات عنده زوين. انا بصراحه نكذبش عليكم كل شيء عجبني، ولكن هذا حمقني البنات واعر واعر واعر. هذا الموديل غزال هذا فن، يجي تكشيطه. قولي اسماء صافي، قولي البنات الراي ديالكم في هذا، واش يجيني تكشيطه ناخذه ولا لا؟ يلا قولوا لي الراي ديالكم، السيمانه الجايه ان شاء الله نرجع ناخذو. الى عجبكم البنات كحل عندي واحد العراسيه ان شاء الله في الصيف الى سهل الله معروضه، وبغيت هاد بغيت ندير شي تكشيطه ولكن عاجباني تكشيطه في الكحل. قولوا لي هذا صراحه يجي واعر هذا، والله يا البنات يتخيط غير بالكحل بالكحل ويجي خطير فن. وتزيدي هذيك هكا لي زاكسيسوار، ديري لي واحد السبابات بالاحمر يا اختي، الاحمر مع الكحل ومع الغجاله في احمر غادي يجي خطير. نيتي يا اختي نايضه نايضه. يلا البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم، والله ما سخيت فيكم بحال راكم معايا وراكم كتهضروا معايا البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم الخواتات الخوزالات. يلا كثروا لي من اللي جام، شجعوني بلي لايك ديالكم باش نبقى مستمره معاكم. وانا راه قلتها لكم البنات، انا راه عندي الخدمه ديالتي الحمد لله والشكر لله، يعني خدامه الحمد لله. واليوتيوب دايره الاخوات اللي كيبغيوني متتبعاتي الغزالات، وما يمكنش نغبر عليكم بالجديد وبالهميزات، ضروري نبقى معاكم اختي بالهميزات وبالجديد. يلا خليت لكم راح تطلعوا مع فيديو جديد، والسلام عليكم.